The term ectoparasites شرحناها include blood sucking arthropods يعني المتمفصلات ماصة للدم blood sucking such as mosquitoes كالبعوض ticks الجراد fleas البراغيث lice القمل because they are dependent on a blood diet from a human host for survival لأنها تعتمد على blood diet يعني غذاء من الدم from a human host من مضيف إنساني for survival لكي تبقى فهي ectoparasite طفيليات خارجية. Arthropods are important in causing diseases in their own right. يعني الأرثروبودز ممكن يسببوا مرض هم بذاتهم. But are even more important as vectors. لكنهم أكثر أهمية كنواقل للمرض. كفيكتورز ينقلون المرض. يعني ممكن أنا أصاب بالمرض بسبب الأرثروبود on its own right. يعني هي بذاتها تسبب لي المرض. كالقمل, lice. كمثلا الجرب. يعني تأتي مسببة الجرب, المايت اللي اسمها Sarcoptis scapii وهي بذاتها in its own right cause the disease وممكن تكون فقط ناقل للمرض هذه الحشرات هذه الأرثروبودز مثل الموسكيتو أو الساند فلاي تنقل لي أمراض كثيرة ونعرف أن الموسكيتو من أهم أسباب الموت في العالم لأنها تنقل أمراض كثيرة من ضمنها حمى الضنك دنجي فيفر واليلو فيفر أيضا البعوض ينقل الملاريا وينقل أمراض كثيرة أخرى إذن these arthropods are more important as vectors يعني تنقل أمراض أكثر من الأمراض اللي تسببها بذاتها in its own right. المسكيتو تعتبر من أهم الكائنات الحية التي تفتك بأعداد كبيرة من الناس لأنها تنقل أعداد كبيرة من الأمراض كالملاريا والدنجي فيفر زي ما ذكرنا وتنقل أيضا أنواع من الديدان الأسطوانية اللي سميناها نيمتودز التي تسبب الفلارياسيس والفلارياسيس معناها داء الفيل مثلا من أمثلتها وهي وجود هذه الديدان في الليمفاتيك تيشيو النيمتودز وتسبب الليمفاتيسيس كما هو ظاهر أمامك والناقل لهذه الأمراض هو المسكيتوز. لا تنسى تقرأ الكتاب وتستمتع في الكتاب فالكتاب متاح لكم وهو يشرح ونحن نشرح لكم كلمة كلمة نريدك في الطليعة نريدك في المقدمة نريدك صاحب ماجستير ودكتوراه ساعدنا لكي نساعدك تواصل معنا بأي سؤال واستفسار ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.